ألا فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا المال من حله، ففي الحلال قنية عما حرم الله، واعلموا أن الدنيا زائلة، لا يعلم الإنسان كم يعيش في هذه الحياة، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، فأعدوا للسؤال جوابا، وللجواب صوابا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك، وتجاوز عن ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنا تبنا إليك.